احنا مبسوطين قوي احنا هنا النهارده عند شارك تانك ايجيبت، متحمسين لان تجربه جديده بالنسبه لنا. نيرفس شويه علشان مش لغتي، فبالي اسبوعين بتكلم بنفسي بالعربي علشان دي حاجه اوتسايد كومفورت زون بتاعي. تمام، انا من برازيل، فاحنا في برازيل بتكلم برتغالي، فدي تشالنج قوي بالنسبه لي، بس يلا انا جاهزه علشان اوريكم الشاركس احنا الشغل بتاعنا. الرساله اللي احب اوجهها للشاركس ان الصناعه بتاعتنا بتكبر بسرعه، فالتوقيت للاستثمار مناسب. احنا حابين نعمل البيزنس مع ايمن عباس، طبعا هو في نفس الاندستري بتاعنا، وكمان في احمد السويدي، هو مشروع ديفلوبمنت والمدارس كمان ماشي مع البراند بتاعنا.